رأيي الشخصي، أولا التوصي آخر واحد خصو يتكلم على الأخلاق والقيم، لأن التوصي كان مع الماس وفاوض الرجاء وفاوض المغرب التطواني، ولما كان بالرجاء فاوض نهضة بركان. أنا تمني كنسمع التوصي كيطلب من فوزي القجع باش يفتح تحقيق، وفوزي القجع هو اللي خصو يفتح فيه تحقيق لأنه فاوض التوصي وهو مدرب للرجاء الرياضي. داكشي اللي وقع بين التوصي، كان التوصي عنده خيارين، الخيار الأول هو أنه يطبق القانون ويتحتمي بالقانون ويمشي جوسكوب مع محاسبان. شوف تي في بوين. وملي جلس معه باش يتراضى كان يتراضى ويوصل يمشي مع جوسكوب. أما اللي وقع فيه دابا تبهدلة. أنا بالنسبة لي التوصي بهدل راسو، بهدل الودادية مدربين، بهدل المكتب الجامعي لأنه عضو المكتب الجامعي، وبهدل الأطر الوطنية لأنه محسوب عليها. أنا بالنسبة لي حسبان التدبير ديالو للتفاوض مع التوصي ومع فاخر يفيد بأن الرجل لا يستحق نهائيا رئاسة الرجاء الرياضي بالمرة. وأنا غادي نقول أكثر، نقول بأن الرجاء الرياضي الآن ليست في أيادي آمنة، بل أتنبأ بوضعنا أكثر مأساوية، لأن الأمر شنو كان كيقتضي؟ أنني ما بقيتش باغي هذا المدرب، أنا عيط له غنجلس معاه غنتفاوض معاه، خرجنا الحل فأكل منعم، ما خرجناش الحل كنعلن على الانفصال من جانب واحد وندير الإجراءات القانونية ونوض نتعاقد مع مدرب ونمشي يخدم الخدمة ديالو. لأن الآن الرجاء هو اللي ضاع في هاد التشويش وضاع في هاد التعثر اللي وقع، حتى على مستوى الانتدابات غادي يوقع عنده مشاكل. أيضا أنا صراحة أتأسف لمحمد فاخر لأنه لم يحترم نهائيا ميثاق الأخلاق وميثاق الشرف اللي كاينين بينه وبين المدربين. وخا أنا كنقول الآن الأزمة اللي عند الأطر الوطنية ماشي هي ميثاق شرف، هي أزمة شرف، ماشي أزمة ميثاق أخلاق، هي أزمة أخلاق. راه المعركة اللي خطفنا عند الأطر الوطنية دابا ماشي هي التوقيع على الميثاق، هي استعادة الأخلاق، هي استعادة الشرف. نعم. اللي كيبان لي هذا على مستوى ما وقع بين التوصي فاخر الرجاء، ولكن اللي وقع في الرجاء الان الرجاء ديال الحقيقه. الان كاينه حرب بارده في الرجاء بين حسبان ومن يسانده، وبين الرئيس السابق محمد بودريقه ومن يسانده. وهذاك الاول باغي يرجع، والثاني كيقلب غير على الاخطاء ديال السابق باش يقلب فين يدير عليه الملفات، وبالتالي ان الرجاء ما غاتمشيش. اللي مطلوب الان هو ديك الحكامه ديال الرجاء، ديك غلام واوزال ورتناني، هذه هي اللحظه اللي خصهم يدخلوا يجمعوا الشم ديال فريق الرجاء الرياضي قبل ما يتشتت، وحرام انه يتشتت الرجاء الرياضي بهذه الطريقه هذه.